اهلا وسهلا. السلام عليكم خوتي خواتاتي ازيك حضرتك؟ الكبيدات ديالي، حبايبي ماشي ديال هاد الاعزاء، الدوم، ماشي هاد اخواتي الكريمات الدوم. المحترمات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى تكونوا مثل هذه العطور الاصيله. هذا المحل سميتو محل ممتاز، كاين في الاحباس، رائع. اش غنقول لكم، خاصكم تمشيو وتشوفوا البخور، داك البخور المسقي، البخور الخام، عود القماري، جميع انواع العطور. وهذا المحل كنمشي ليه بعض المرات، ماشي دائما، ولكن كيعجبني هذا المحل. وكاين محلات ما شاء الله، ولكن هذا المحل فيه من كل فن طرب. شنو رأيكم غادي نكملوا جولة في الأحباس، المكان اللي كيجمع الأصالة والمعاصرة، ولكن غادي ناخدو تين شوكي. كيف كتعرفوا فوائد العظيمة ديال التين شوكي بالنسبة للجهاز الهضمي وبالنسبة للبشرة، لأن قالي خويا هادي اضربها الموسخ، اضربها الموسخ مزيانة. شوف هادي سنة بلاتي، خلينا. شكرا. جمال الأحباس منازلها العتيقة، تبان من برا قديمة، ولكن اللي كتدخل يا سلام، مساجدها العتيقة، هدوء وروعة. الله يبعد علينا وباء كورونا، لأن حرمنا من التجمع في المساجد وداك الدفء ديال المساجد. يا سلام على الأحباس، كل ما فيها من دار الثقافة، من مكاتبها، مكتبات، مكتبة نسيك في مكتبة. مازال غادي نرجع معاكم وغنديكم لجميع المكتبات ديال الأحباس، ولكن دابا تبعوا معي الجولة ديالنا. هاد القفطان مالو؟ هذا اواه، وعلاش دايرينو بوحدو؟ ولا كيمثل شي حاجة، ربما صناعة تقليدية؟
هاد القفطان مالو؟ اواه وعلاش دايرينو بحدو ولا كيمثل شي حاجه ربما صناعه تقليديه؟